أهلا أحبائنا مشاهدينا، برحب فيكم في اسم الرب يسوع، وبصلي اليوم تكون بركة لحياتك. في سؤال كتير 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 مهم بصراحة، سؤال بيتعلق بمصيرك وبيتعلق بأبديتك، موضوع الوقت. السؤال: متى تحصل على وقت؟ دايما بسمع من الناس احنا عايشين في عالم السرعة، مش شايف الوضع يا اخ نزار؟ الناس كلها بتراكد. طيب شو رايك تيجي تحضر اجتماع بالكنيسة؟ مشغول، ما عنديش وقت. طب شو رايك تشوف لك ولو حتى حلقة قصيرة عن طريق الميديا؟ ياريت، بس ما عنديش وقت. وهكذا الناس بتجري والحياة بتجري، وللأسف عجلة الزمان لا ترجع إلى الوراء. خليني أقرأ بعض الآيات من سفر أعمال الرسل إصحاح 24 ومن آية 24. ثم بعد أيام جاء فيليكس مع دروسيلا امرأته وهي يهودية، فاستحضر بولس وسمع منه عن الإيمان بالمسيح. وبينما كان يتكلم بولس يعني عن البر والتعفف والدينونة العتيدة أن تكون، ارتعب فيليكس وأجاب: أما الآن فاذهب، ومتى حصلت على وقت أستدعيك. وكان أيضا يرجو أن يعطيه بولس دراهم ليطلقه، ولذلك كان يستحضره مرارا أكثر ويتكلم معه. ولكن لما كملت سنتان قبل فيليكس بوركيوس فيستوس خليفة له، وإذ كان فيليكس يريد أن يودع اليهود منه، ترك بولس مقيدا. يبارك لنا الرب كلمته على ما سمعنا. بولس الرسول كان موجود في السجن قيصرية مراتيمة اللي هي على البحر الأبيض المتوسط، وكان موجود سنتين في السجن إلى أن رفع دعواه لقيصر، قيصر روما، عندما جاء الحاكم اللي بعد فيليكس اللي اسمه فيستوس. وبولس كان موجود بسبب تهمة وكان مظلوم فيها، كان موجود في الهيكل في أورشليم، أمسكوه واتهموه طبعا، وأخذوه يعني كانوا عاوزين يتخلصوا منه في أورشليم، لكن الأمير الروماني أنقذ بولس وأخذ بولس ليلا إلى قيصرية. قيصرية كانت عاصمة الرومان في أرض فلسطين في تلك الأيام، وكانت المدينة الإدارية السياسية للرومان طبعا، يعني كانت يعني بالنسبة لقيصرية كانت روما أو الرومان هي في قيصرية، فكانت العادات الرومانية أو الوالي الروماني بيبني البلد. اللي بناها بالواقع هو هيرودس الكبير اللي قتل أطفال بيت لحم. فإذا بولس كان موجود في السجن لمدة سنتين ليحاكم أمام فيستوس الوالي، وأيضا طبعا اليهود جاءوا حتى يتهموه، وكان بولس بدافع عن نفسه أمام الملك فيليكس. بولس كان بيتكلم عن البر، كان بيتكلم عن التعفف، وكان بيتكلم عن الدينونة العتيدة، والنتيجة مكتوب إنه فيليكس الحاكم ارتعب، خاف، ذعر لما سمع عن هذا الكلام. السؤال: ليه خاف ولماذا ذعر؟ هو بالأصل يعني فيليكس كان شخص شرير، وأيضا تاريخيا حتى من المؤرخ يوسيفوس بنعرف أنه كان شخص أو شخصية فاسدة، وكان مثل ما قرأنا في كلمة الله كان يستحضر بولس مرارا ويتكلم معه. لكن شو كان الدافع، شو كان الموتيف تبعه؟ كان يرجو أن يعطيه بولس دراهم ليطلقه، يعني كان بيتمنى أنه بولس، العملية بسيطة، يعطيه رشوة
وخلاص بيطلعوا من الحكم، فإذا كان شخص فاسد. والمشكلة الثانية إنه أحضر زوجته دروسيلا. دروسيلا بهاي الفترة كانت يعني لا يزيد عمرها عن 20 سنة، وبالحقيقة بحسب شهادة التاريخ إنه كانت فاتنة جدا وجميلة جدا. على فكرة هي كانت ابنة الملك هيرودس أغريباس الأول، اللي مكتوب اسمه في أعمال الرسل إصحاح 12، هو اللي قطع رأس يعقوب الرسول واللي سجن بطرس. وهي دروسيلا كمان هي أخت أغريباس الثاني أو هيرودس أغريباس الثاني، اللي برضو وقف أمامه بولس ليحاكم في أعمال الرسل إصحاح 26. فإذا العيلة الظاهر كلها فاسدة. فيليكس الوالي أخذ هذه البنت خطفا من زوجها، وكانت هي على فكرة الزوجة الثالثة. مش بذكرنا في الجد طبعا اللي هو هيرودس أنتيباس ابن هيرودس الكبير. هيرودس الكبير الأول كان عنده 9 نسوان، وكان شخص كئيب، كان شخص فاسد، وكان طبعا يعني فاسد جدا كئيب، وكان عنيف وشرس وقتل ناس كثيرون منهم أطفال بيت لحم. هيرودس أنتيباس اللي قطع رأس يوحنا المعمدان، وعلى فكرة هيرودس كمان أخذ زوجة أخيه فيليبوس اللي قال يوحنا المعمدان لهيرودس أنتيباس لا يحق لك أن تأخذ زوجة أخيك. والعيلة استمرت. هون تشوف واحد من الأحفاد اللي هو هيرودس أغريباس الأول كمان كان فاسد، كان بحب الرشوة، وهذا طبعا كان ماخد دروسيلا الحفيدة اللي برضو من عيلة كلها يعني بتحب الرشوة وفاسدة أيضا. فإذا دروسيلا كانت الزوجة الثالثة لفيليبوس، كانت جميلة جدا، واستطاع أن يغريها، استطاع أن يغويها وخطفها من زوجها قبل ما يكون عمرها 20 سنة. فإذا كان شخصية فاسدة مثل كل العائلة اللي كانت تنتمي إليها دروسيلا. كانت رسالة بولس عن البر، بيتكلم عن طبيعة الله القدوسة، وإنه من خلال هذا البر لازم المفروض يتبرر من كل شر، من كل فساد، من كل خطية. وما كانش عنده ضبط نفس أو تعفف، لأنه كان متزوج 3، وكان أطلق العنان إلى نفسه. فكان الرسول بولس بيتكلم عن التعفف، وكمان بيتكلم عن الدينونة الآتية، أنه كل واحد لابد أن يواجه الدينونة. كما وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. فإذا لم يكن عنده ضبط نفس، لم يستطيع أن يصل إلى مقاصد الله أو إلى متطلب الله أن يصل أو أن يعرف الله، فلا بد أن يواجه الدينونة العتيدة اللي عم بحذر منها الرسول بولس. فالنتيجة ارتعب وخاف جدا. وكنا نظن أنه في هاي اللحظات دخيلك بولس، أنا عاوز أطلب الغفران، أنا عاوز أتوب عن خطاياي، وعاوز أسلم حياتي للمسيح. لأنه كان عنده فكرة، لأنه بولس يقول له أنت عندك فكرة عن المسيحيين، لأنه في أورشليم المسيحية انتشرت، وصيتهم واسمهم والمعجزات اللي كانوا بيعملوها ما كانتش بالسر، كانت في العلن أمام الجميع. لكن ماذا كان الجواب؟ اسمع ما قال فيليكس: اذهب، ومتى حصلت على وقت استدعيك. لكن للأسف الشديد هذا الوقت لم يأتي أبدا إطلاقا. فيليكس طرد من وظيفته لأنه اشتكوا عليه، واستدعي إلى روما. وطبعا أجا شخص بعديه اللي كان أكثر نزاهة اللي هو الحاكم
فيستوس. فكان عنده مشكلتين، مشكلة الفساد والرشوة وتجوز نساء وهكذا، يعني كان إنسان غير نزيه غير نظيف. وهي درس طبعا لكل الحكام يمكن اللي بيسمعونا وكل القيادات سواء الدينية أو السياسية، إنه الرشوة بتخرب نفسك أولا وبتخرب بلدك، والشخص اللي بياخذ رشوة هو شخص غير وطني لا مبالي، ببيع بلده، ممكن ينكر، ممكن يخون، ممكن يعمل أي شيء بسبب الفلوس، لأنه محبة المال أصل لكل الشرور الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. اذهب ومتى حصلت على وقت. أحبائي للأسف الوقت، العجلة لا تعود إلى الوراء، ولم تأتي الفرصة الثانية لفيليكس إنه يطلب الرب. وعلى فكرة مثل هيرودس أنتيباس كان بيستدعي يوحنا المعمدان وكان يسر، يعني كان مبسوط مهيص عم بيسمع الرسائل من يوحنا، ومع كل ذلك بسبب رقصة سلومة اللي هي بنت هيروديا زوجة هيرودس أنتيباس، اللي هي كانت أصلا زوجة فيليب، هيرودس فيليبوس اللي كان بيحكم المنطقة الشمالية، للأسف قطع رأس يوحنا. وهكذا الفرصة لم تعد إلى الأبد. إخوتي وأخواتي، لماذا تؤجل الوقت؟ لماذا دائما تقول بعدين بكرة؟ ومين بيعرف أي ساعة ممكن يجي الوقت؟ ألم يقل الكتاب فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. ثم اسمع ما يقول الرسول بولس في كورنثوس الثانية، يقول الرسول بولس لأنه يقول في وقت مقبول سمعتك وفي يوم خلاص أعنتك، هو ذا الآن، هو ذا الآن وقت مقبول، مش بكرة ولا كمان ساعة، هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. هاي الساعة، هاي اللحظة اللي انت عم تسمع الرسالة مش راح تتعوض، مش راح ترجع، لانه عجلة الزمان لا ترجع الى الوراء بل تتقدم. اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، يقول الكتاب في اشعياء 55 آية 6، اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران. أوعك تفكر هذا اليوم هو عطية من عند الرب، هذا اليوم بركة من الرب، هذا اليوم فرصة جديدة في حياتك، هذه الساعة اللي أنت بتسمع فيها هاي الرسالة لا تعوض إلى الأبد. يقول لك الشيطان أجل، يقول لك الرب يسوع عجل. اليوم لما بتسمع هاي الرسالة أوعك تضوع الوقت، أوعك تضوع الفرصة، هي الفرصة الآن، الفرصة المفتوحة اللي بتشكر الله أنه أعطاك يوم جديد، فرصة جديدة حتى يكتب اسمك في سفر الحياة. هل تريد أنه الرب يكتب اسمك في سفر الحياة؟ كم من الناس اللي أضاعت الفرص، وكم من الناس اللي ضوعت الفرص اللي ما رجعتش إلى الأبد، وكم من الناس اللي أجلت خسرت مصيرها وخسرت أبديتها. لا تجازف بحياتك ولا تقامر بأبديتك. الرب يسوع كان بيتكلم عن مثل، المثل الغبي، الغبي واحد نشيط مزارع أخصبت كورته، فكر في نفسه كان إنسان أمامي، يعني أهدم مخازن وأبني أعظم وأقول يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة، كل اشرب استريحي، ابتدى يناجي كأنه راح يعيش للأبد.
ولكنه سمع صوت القضاء: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، وهذه التي أعددتها لمن تكون؟ مات في تلك الليلة وترك كل أملاكه. هكذا كل من لا يكنز للرب. في العهد القديم يتكلم عن ملك شرير، الحفيد لنبوخذنصر، الملك بيلشصر، عمل حفلة وابتدى يشرب، وعندما تدور الكؤوس في الرؤوس تبتدي المواعيد وبيبتدي الكلام الفاضي. وبعدين وهو في هاي الوضعية عم بهين الله بسبب استخدام آنية الهيكل، رأى يد كاتبة على الحيط وفعلا سمع صوت القضاء على فم النبي دانيال، وانتهت مملكته بليلة واحدة. جاءت مملكة مادي وفارس وانتهى بيلشصر إلى الأبد. إخوتي وأخواتي، لا نعلم الوقت، لا نعرف الساعة. اليوم إذا بتسمع صوت الرب ما تأجل. موضوع الخلاص موضوع مهم، بهم حياتك وبهم أبديتك. عندما تفتح قلبك ليسوع يعطيك الغفران الكامل وبيعطيك الخلاص الكامل وبيعطيك الحياة الأبدية وبيعطيك الضمان الأبدي وبيكتب اسمك في سفر الحياة. عندي سؤال: هل تريد في هاي اللحظة اسمك يتكتب في سفر الحياة؟ ممكن تكون علامة بينك وبين الرب تقول له نعم يا رب، ترفع ايدك للرب تقول له نعم، ولما ترفع ايدك ترفع قلبك وبتكتب بتقول انا سلمت حياتي للمسيح، بحب اسمع منك. لكن اذا انت مش عارف كيف، فيك تصلي صلاة بسيطة، قول له يا رب انا بشكرك على محبتك، انا بشكرك لانك ارسلت ابنك وحيدك يسوع المسيح. صليها، عيدها من وراي: بشكرك على محبتك لانك ارسلت يسوع. صلي قل له يا رب يسوع سامحني على كل خطيه، صليها، طهرني من كل اثم، اغسلني بدمك الكريم، اقبلني لمجد اسمك. صلي قل له يا رب انا بدعوك الى حياتي، واليوم انا بطلب منك انت اللي تملك على حياتي وتكون ربي وملكي وسيدي. تعال يا رب خلصني، أنا بتوب عن كل خطية، والآن أقبلك حتى تكون سيدي وملكي وربي في اسمك أيها الرب يسوع. املأني بالروح القدس، ساعدني أشهد عنك في اسم الرب يسوع. إذا صليتها من فضلك اكتب لنا، وإذا محتاج مساعدة روحية كمان تواصل معنا، وبحب أسمع منك. شارك هذا الفيديو حتى يكون بركة للآخرين. تذكر اليوم فرصة العمر، هدية من الرب، ما منكفل بكرة شو رح يكون، فهاي اللحظة ما تضوعها. الرب يباركك.